شايف الدنيا عدل مش شايف شيء. سام حسسته انه خطر. اسمي حسين سامي الخطيب، عمري 12 سنة، ولدت بحر العواميد بالغوطة الشرقية بسوريا. بولادة حسين اتفاجأ بجائزة على وجهه باليانصيب 6 مليون، كانت هي فارقة بحياتنا. حلم حياتي انه صار مطرب. أول ما بلشت الأحداث بسوريا طلعنا من حرا العواميد ورحنا على ولد اسمه الباركة. قعدنا هناك بمزرعة، فقالوا إنه الدواعش جايين وهاجمين علينا، فاضطرينا إنه نطلع على بيت نايم. من بيت نايم رجعنا انتقلنا عبالة، بعدين قعدنا هناك شي شهر، وبعدها طلعنا على جرمانة. هناك عانينا وجعنا كتير ونهنا كتير، فاضطرينا نترك البيت. قعدنا عند واحد رفيقه لبيي بيكون، قعدنا شي اسبوعين ثلاثة، بعدها طلعنا على لبنان. وقت ما بيي قرر انه بدنا نسافر على لبنان، كان قلبي عم يحترق على فراق بلدي. على فراق الزيتون، بس مو طالع بإيدنا إنه نعمل شيء. وطلعنا على لبنان. والحلم هلا بلش يتحقق شوي شوي. اجينا على البقاع، منطقة بر الياس. من البقاع اجينا على صور لعن بيت جدي، على المساكن. لما كنا ساكنين هناك بالمساكن اشتغلت بقهوة، كنت ودي أراجيل للعالم، كنت عبي معسل، كنت ولع فحم وآخذ للعالم،
وصرت أشتغل مع بيي بمطعم. كنت أسوي له التوم للمايونيز، كنت أشتري له البطاطا، كنت أمسح له المحل، كنت كنس له قدام المحل. بعدين اشتغلت بالمرقوق، كنت كنس الأرض، كنت جيب لهم الطحين ليعجنوا. من المساء كنت أمنع منطقة برج الشمال. هون بالبرج تعرفت على صديق وكنت أنا عم بدور على شغل، فقال لي أنا عم بشتغل ميكانيك، شو رأيك تيجي تشتغل معي؟ قلت له ماشي، من بكرة أنا بنزل وبتحكي معه. نزلنا تاني يوم، قام حكى له رفيقي إنه ها عم بدور على شغل ومو قادر يحكي له. قال لي أنت ليه عم بتدور على شغل؟ قلت له الظروف في البيت وبي ما عم يشتغل ولا أمي. حسين من طلعته أحسه إنه مسؤول، شخص مسؤول. حسين بيساعدني بأدق التفاصيل بالبيت، إذا كنت مريضة بيكون حسين هو كل شيء بالبيت، بضب وبيشتغل بالبيت، بتلاقي قاعد إنه في حدا يعني ما يساعدني. إذا كنت بحاجته حنون، يعني بيعطيني حتى العاطفة اللي ما بيعطيها اي ولد، يعني ما بتجي لباله انه يعطي عاطفه لامه، لان الام هي اللي بتعطي العاطفه. حسين لما بنحتاج المي هون ونحن بخان الصطابه بيطلع بيجيب مي بيحمل، وهو بعمر صغير بيحمل جالونات المي. حياته لإلي مهمه. احلى حلم شفته انه شفت انه راجع على بلدي وقاعدين انا وبيت جدي والعيله كلها وقاعدين حبيتنا ومبسوطين وقاعدين عم نلعب نحن الاولاد. حسيت بحرقه بقلبي. انا بتمنى انه يتحقق حلمي وارجع على بلدي سوريا، لانه هي مني وانا منها، ولكن بتمنى انه يتحقق حلمي الاكبر ويوصل صوتي ويسمع الملايين من الناس عشان اساعد اطفال سوريا، اطفال ما كسبوا من طفولتين، ما كسبوا شيء بحياتهم، لاني انا ما كسبت شيء من طفولتي، ما كسبت شيء بحياتي. هلا انا حلمي خلف البحر، ان شاء الله السفينه ما تغرق، ان شاء الله السفينه ما تغرق.